معظم الفرص في العاصمة، الكل بيسيب بلده ويروح لها، لحد ما في ناس قررت تمشي عكس التيار. اسكندرية موجودة في قلب الميديترينيان ومليانة فرص رهيبة جدا، لكن في نفس الوقت معظم الفرص بتروح واحدة واحدة على القاهرة. يمكن خلال الوقت اللي احنا بدأنا فيه من أكتر من 10 سنين كان very challenging، وكان كنا شايفين البوتنشل، بس في نفس الوقت ما كانش فيه support organizations كفاية تقدر تدعم رواد الأعمال ورائدات الأعمال في الرحلة بتاعتهم اللي هي ممكن تكون مش أسهل حاجة خالص. فايس أليكس قررت إن هي تكون موجودة في قلب اسكندرية. في فرص زي ما أنا كنت بحكي، ممكن من خلالها نقدر ندعم رواد الأعمال بطريقة مختلفة جدا، ونقدر نساعدهم إن هم يوصلوا للأهداف اللي هم حاطينها، ونقدر نخلق شركات قادرة إن هي تحل التشالنجز اللي بتقابل اسكندرية. اسكندرية بطبيعتها الساحلية فيها فرص، وهي تقريبا أكبر سي بورت موجود في اسكندرية. لكن في نفس الوقت لما نيجي نبص على فرص العمل، فرص دعم رواد الأعمال، إزاي الشركات دي ممكن تبقى بتجرو في السوق هنا، بنلاقي إن مفيش دعم كافي ليهم في الرحلة بتاعتهم. من هنا آيس أليكس قررت تركز على واحدة من أهم الاستراتيجيك أرمز بتاعتها، وهي الفينتشرز لونش باد، اللي من خلالها بنقدر ندعم رواد ورائدات الأعمال عن طريق برامج متخصصة زي incubation programs, acceleration programs وغيرها من البرامج اللي بتشتغل بشكل مكثف جدا على بناء الشركة من جوه، عشان الشركة تقدر تجرو بسيستماتيك بروسس. يمكن في الأول كنا بنعمل ده بشكل منترز انتنس، وبدأنا مع الوقت إن احنا نديفلوب الديجيتال تولز بتاعتنا، ومنها أهمها الفيرتشوال انكيبيشن بلاتفورم، اللي ساعدت الانتربرينرز إن هم من أي مكان يقدروا يبقى ليهم أكسس على البرامج المختلفة، ويقدر كمان يبقى متواصل معاهم منترز، كونسلتنتس، اكسبرتس في مجالات مختلفة يساعدوهم في الرحلة بتاعتهم. ومن هنا قدرنا مش بس نركز في اسكندرية، قدرنا ان احنا نطلع ونجرو بره اسكندرية، بدأنا نغطي محافظات الدلتا كمان، يعني يمكن شغالين في اكتر من 18 محافظة لحد دلوقتي. ده الارم الاولاني اللي من خلاله بنقدر ندعم رواد ورائدات الاعمال خلال الجيرني بتاعتهم، عشان يكونوا موجودين في السوق in an impact driven way، وقادرين ان هم يبقوا جاهزين لجذب استثمارات مختلفة. الارم التاني بيجي معانا هو الانوفيشن كونسلتنسي، والحقيقة ده معظمه بيحصل بره مصر. شغالين في اكتر من 19 دولة بان افريكان ميديترينيان، وبنقدم innovation consultancy لحكومات، لـ INGOs، لـ large enterprises، عشان يبنوا الـ innovation strategies بتاعتهم، ويقدروا يشتغلوا بـ bottom-up approaches تساعد الناس على أرض الواقع إن هي تجرو، ويبقى فيه innovation ecosystems موجودة في المدن المختلفة. بيجي معانا الأرم الثالث، وهو أرم مهم جداً، مركز على الـ impact innovation programs، سواء design أو الـ implementation بتاعهم. وده اللي خلانا نقدر نتخصص في مجالات مختلفة من أهمها السيركلاريتي، ونبدأ نقدم دعم للشركات في الرحلة بتاعة السيركلار ترانسفورميشن، وغيرها من البرامج المختلفة من ويست مانجمنت، إيكوتوريزم، وغيرها من السيكتورز اللي دايما بنطورها مع الوقت. وده ملخص سريع عن الثلاثة استراتيجيك أرمز اللي آيس أليكس بتشتغل عليهم عشان تخلق إمباكت حقيقي موجود على أرض الواقع.